مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحب بكم معنا في سكر بني. المرة زي ما شايفين الحتة مختلفة لأنه موضوعنا شوية الليلة مختلف. عملنا فيديو تعاوني مع فورد والجماعة دي الجونة، قالوا لنا يا أخي عينو إحنا عندنا بوكس بيمشي 1000 كيلومتر بتنك واحد. نحنا قلنا لهم لا يا أخواني، أنتم متأكدين إنه يا أخي الحياة دي بتمشي 1000 كيلومتر بتنك واحد؟ قالوا أيوة. ونحنا عشان كده إحنا لقينكم دايرينكم تيجوا تجربوا الحياة عشان تشوفوا بنفسكم. قلنا لهم نحنا لكن لو جينا نحنا ما حنجرب 1000 كيلومتر، يعني ما عاوزين نعمل حاجة أي زول يجي بعدينا يقدر يعملها. كده بالراحة نخطها بالراحة كده. أنتوا عارفين بجد 1000 كيلومتر يعني شنو؟ يعني أنت تتحرك من الخرطوم لحلفة بتنك واحد، تتحرك من الخرطوم للفاشر بتنك واحد، إنك تتحرك من الخرطوم لكسل واصل برسودان بتنك واحد. ونحن قلنا دايرين نعمل اكتر من كده الحياة دي يا اخواني، انتم متأكدين انها ممكنة؟ طيب نحن حاليا حنعرض لكم يا اخواننا لقطات من التحدي اللي عملناه معهم، ولو دايرين تحضروا الرحلة كاملة والتحدي كامل حنحط لكم اللينك تحت. فما تنسونا ان شاء الله من اللايك والسبسكرايب والشير، واهم حاجة تملوا الكومنتات عند الجماعة دي هناك وترفعوا راسنا. امشوا هناك يا اخواننا سبام لله كل كومنتات، املوا لهم ما تنسوا 15 كومنت لاي زول. يعطيكم العافية، استمتعوا بالمشاهدة. ليلة ما حنرجع البيت، I just wanna go home man. دمنا ده قربنا. Let's go baby. أخيرا. أصحى يا بريش. قلت كنت نايم. ما حصل يا زلمه.